من عدن إلى صنعاء وبينهما مسقط، لا شيء أكثر وضوحا من الترتيبات السعودية لمرحلة جديدة ومختلفة كليا على الساحة اليمنية. فما هي ملامح هذه المرحلة؟ أهلا بكم. بحسب البعض فإن إجابة سؤال كهذا تبدو في غاية السهولة بالنظر إلى ما تظهره نتائج التحركات السعودية ذاتها. ففي العاصمة المؤقتة عدن أصبحت السلطة الشرعية طرفا ثانويا في مشهد معقد، تبدو السعودية هي المتحكم الأهم في حركة أطرافه. أما في صنعاء فإن نتائج المباحثات التي تؤكدها تقارير شبه يومية بين الرياض وميليشيا الحوثي تبدو ماضية نحو غايتها، إيقاف الحرب بين الجانبين بعيدا عن كل الشعارات المرفوعة عند بداية هذه الحرب. قبل يومين أعلنت الرياض إطلاق عشرات الأسرى الحوثيين الذين أسرهم الجيش الوطني خلال المعارك في مختلف الجبهات، كما أعلنت إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية، فيما يبدو أنه بادرة حسن نوايا سعودية لدفع المباحثات بينها وبين ميليشيا الحوثي قدما. يقول البعض إن السعودية تستخدم القضايا اليمنية لتحقيق أهدافها الخاصة ولم تعد تعطي أي اعتبار لأي شيء آخر يقع خارج دائرة أهدافها تلك. على الجانب الآخر يرى البعض أن استراتيجية الرياض لم تتغير، فهي لا تزال تدعم السلطة الشرعية، لكن ضعف هذه السلطة هو الشيء غير المساعد في الأزمة، كما أن هذه المبادرات التي تعلنها الرياض تأتي في سياق إنساني لا غير. للنقاش سيكون معنا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، ومن الرياض الكاتب الصحفي السعودي سلمان عسكر. إذن هو من أبها معنا. أرحب بكم يا ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد عسكر. عندما تفرج الرياض عن عشرات الأسرى الحوثيين وتعيد فتح مطار صنعاء، هل يمكن القول إنها خطوة إنسانية كما أعلنت الرياض، أم أنها مبادرة حسن نية لدفع المباحثات بينها وبين الحوثيين قدما؟ في البداية أحييك سيدي وأحيي السادة المشاهدين والسيدات. ناطق التحالف العربي العقيد تركي المالكي تحدث حول هذه الخطوة بكل شفافية وكل وضوح، وبين الهدف الرئيس من إطلاق سراح 200 أسير من الميليشيات الحوثية، والذي يعود إلى حسن النوايا والعودة إلى اتفاق السويد الذي كان منبع هذه الخطوات. الأمر الثاني بفتح مطار صنعاء عمل إنساني بحت. هناك حالات مرضية، البعض لديهم حاجة للسفر إلى الخارج، والبعض لديهم بعض الإصابات أو ما شابه ذلك ويريد العلاج في الخارج. هذا عمل إنساني بحت وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. الأمر يعني واضح ولا يحتاج إلى أي مبررات أخرى. هناك من يذهب إلى البعيد اللي يقول بأن هناك اتفاق بين المملكة العربية السعودية والحوثيين يجري في خفاء عن الشرعية، وأن الآن التفاهمات تصير بين المملكة والشرعية وأن بين المملكة والحوثيين، وأن الحوثيين والسعودية والسعودية والحوثيين. يا أخي دائما نحن نتكلم ونوضح ونقول المملكة العربية السعودية ضمن منظومة التحالف العربي ليس لها عمل في الخفاء أو في الظل أو تحت الطاولة. هي تتعامل مثل ما تعاملت مع الشرعية خلال الفترات الماضية من 5 سنوات، ولا تزال حتى هذه اللحظة هي إذا أردت أن تعمل شيئا عملته على بيان، لعل آخرها ما حصل من مصالحة أو وضع اتفاقية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. لذا يجب ألا ننزل مسامعنا إلى الاستماع إلى بعض الأقاويل التي يريد الحوثيين أن يروجون لها لأسباب ولحاجة في أنفسهم. يا سيدي هذه الأقاويل نسمع لها من قبل 4 أو 5 سنوات. هناك اتفاقيات حوثية سعودية سعودية حوثية. طيب التحالف إلى أمس يا سيدي هو يضرب أهداف مشروعة في صنعاء وفي أيضا صعدة. الحوثيين أنفسهم تقصد الأمس القريب؟ نعم تقصد الأمس القريب؟ نعم، لأن ضربات التحالف يا سيدي إلى أمس وليس أمس القريب، إلى أمس. أنا اليوم أكلمك
مساء الجمعة اليوم غدا السبت إلى التحالف الأجزاء يواصل قراراته لاستهداف مواقع مشروعة في اليمن. من يحاول أن يقول بأن هناك اتفاقيات أو ما شابه ذلك الكلام غير صحيح. طيب دعني أنقل النقطة ذاتها، دعني أطرح السؤال المشترك ذاته على السيد عبد الهادي العزعزي. السيد عبد الهادي، يعني إفراج الرياض عن عشرات الأسرى الحوثيين، إعادة فتح مطار صنعاء، هل يمكن القول إنها خطوة إنسانية كما يطرح السيد عسكر، أم أنها مبادرة حسن نية لدفع المباحثات بين الجانبين؟ السيد عسكر يقول إنه المملكة ليس لها عمل في الخباء، في الخفاء أو الظل أو تحت الطاولة، المملكة لا تقوم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لك أخي وللمشاهدين ولضيفك الكريم، لكن لا أقول أنا ولا ما قال ضيفك الكريم. يقول وزير الخارجية العماني أن هنالك نوايا وهناك توجهات ونوايا حقيقية لدى كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين لإنشاء منظومة تفاهمات، وهنالك وساطة عمانية تدور، وهناك ضغطا دوليا كبير تمارسه الأمم المتحدة وتمارسه الدول الغربية على المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه. متى ما وصل الأمر إلى تحديد مصير الطائرات المسيرة والصواريخ التي بيد الحوثيين، هنا يكون الاتفاق قد دخل مرحلة فاصلة، لكن مجرد إطلاق أسرى قد يكون تبادلا للأسرى حصل بين الطرفين. هنالك أسرى سعوديين يزعم الحوثيين أنهم لديهم، وهنالك عددا كبيرا من الأسرى من الحدود الشمالية للجمهورية اليمنية من شمال محافظة صعدة ومن غيرها بيد الحوثيين، وهؤلاء كانوا محسوبين على القوات المتقدمة من المملكة والعربية السعودية، وهي تحت إشراف قيادة القوات المشتركة وليست وزارة الدفاع. وهؤلاء أيضا أسرى. مسألة التبادل طبيعية تحدث بين الشرعية والحوثيين، وبالتالي الحديث عنها ضمن هذا الإطار ليست خطوة كبيرة، لكنها جزء من مسألة تبادل تحصل حتى بين المتقاتلين والمستعدين لقتال قادم أو مستأنفين للقتال. لكن سيد العزعزي، يعني في نهاية المطاف لم يكن هناك بندا واضحا في اتفاق السويد يتعلق ب تبادل 2000 أسير من كل طرف، لماذا اقتصر الآن الحال على 128 أسير حوثي لدى السعودية بدون مقابل حتى؟ إذا كان الأمر كذا، هذا الاتفاق كان بين الحكومة بين الحكومة والحوثيين، بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وليس بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. هنا المسألة تفرق تماما، هذا الاتفاق كان بين الحوثيين والسلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، وبالتالي الحوثيين لم يصدقوا في هذا الاتجاه وتعثر اتفاق السويد، أو هو بالأصح مات تماما. لا زالت الحديدة مع خط معارك ساخنة، ولا زالت الأمم المتحدة في الحديدة هي الطرف الأضعف، ولا زالت الشرعية هي الطرف المكبل بالوضع الدولي والتدخل البريطاني. يعني أفهم من كلامك أن السعودية تحاول البحث أو تقوم بمشاورات مع الحوثيين خارج مصالح الحكومة الشرعية. هنا المسألة ليست خارج مصالح الحكومة الشرعية، ولا يمكن أن تكون مصالح الحكومة على حساب مصالح السعودية صاحبة اليد الطولة في هذه الحرب، وهي الوجه الرئيسي للتحالف العربي الداعم للشرعية. هنا عندما نتكلم عن مصالح، من حق كل طرف أن يدافع عن مصالحه، لكن من حق الطرف المتضرر أن لا تكون هذه على حسابه إلا إذا صمت، والصمت هنا في المفهوم العربي هو علامة الموافقة. إذا كانت الحكومة الشرعية ترى أن المملكة تحقق مصالحها على حسابها وهي صامتة، فمعنى ذلك أنها موافقة ضمنا، لأن الصمت علامة الرضا. أعود إليك سيد عسكر، يعني في نهاية المطاف الرياض تقول أن هذه الخطة تأتي في سياق إنساني، وأنت كذلك تقول ذلك، هل اكتشفت الآن السعودية هذا الأمر بعد عشرات الآلاف من الضحايا في هذه الحرب، العديد من الغارات الخاطئة، وأيضا المطار صنعاء منذ متى وهو مغلق يا رجل؟ الآن ذكرت السعودية أن هناك جانبا إنسانيا في هذه الحرب حتى تقوم بافتتاح المطار في صنعاء للرحلات الإنسانية فقط.
لا لا طبيعي. اولا يعني لا نريد ان نكون ان نضيق الزاويه التي ننظر منها، يعني دعني اتسع معك ان سمح وقتك والساده المشاهدين، المملكه العربيه السعوديه دائما ولا تزال حتى هذه اللحظه تقدم يد الجود، وانا اقولها بكل صراحه، ويد الانسانيه. وانا لا ادري لماذا يغض الطرف عن مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، والذي قدم إلى الآن، لا أريد أن أذكر الإحصائيات وإن كانت لغة الأرقام هي التي ستتحدث، ولكن أنا دعا للأخوة اليمنيين الذين يعلمون مدى جدوى وفاعلية هذا المركز الإنساني الكبير. أضف إلى ذلك سيدي الهلال الأحمر الإماراتي، أضف إلى ذلك موضوع بعض اللاجئين أو الذين شردهم الحوثي من بعض مناطقهم وجهز لهم مخيمات في مواقع معينة وادوات صحيه وطبيه وما شابه ذلك. الجانب الانساني اللي تقدمه المملكه العربيه السعوديه لا يكفي حلقه او حلقتين او حتى مئات الحلقات لكي نستعرضه. اما ما يحدث الان في صنعاء، غدا ستشاهد الكثير والكثير من الاعمال الانسانيه. المملكه العربيه السعوديه يا سيدي لا ادري لماذا جاء الاعلام عندما وجدوا بعض القيادات او بعض الاشخاص الحوثيين مصابين، تم علاجهم. تم علاج قيادات ومصابين حوثيين. المملكه العربيه السعوديه يا اخي عندما نقول تتعامل بالمبدا الانساني، طيب لماذا يغلق مطار صنعاء كل هذه الفترات وحتى الان لم يفتح للرحلات التجاريه، على الرغم من ان الناس يحتاجون الى السفر، الطلاب يريدون ان يسافروا ايضا يبتعثوا. الناس هناك الكثير من العائلات تريد العوده، يصعب عليها العوده الى مطار صنعاء. صحيح صديقي، صحيح ما تقوله وتشير إليه صحيح، وبالفعل يعني إذا كانت السعودية إنسانية إلى هذه الدرجة، لماذا لا يتم فتح المطار إذن بشكل كامل؟ أنا سأوضح لك، سأوضح سيدي. صحيح أنا أتفق معك، هناك طلاب وهناك مرضى وهناك أيضا من يريد أن يذهب لزيارة أهله أو أقاربه أو لأي ظرف آخر خارج اليمن، ولكن عندما يتحول مطار صنعاء منذ استقبل أكثر من 36 طيارة إيرانية إلى نقطة لتهريب السلاح، إذا كان طائرات الأمم المتحدة، طائرة الأمم المتحدة التي تحمل المبعوث الأممي تحمل مهربات أسلحة وطيارات مسيرة، وأنا مسؤول عما أقوله أمامك وأمام. طيب بفرض صحة هذا الكلام، إذا كيف يتم الآن فتح مطار صنعاء للرحلات العلاجية بنظر منظمة الصحة العالمية؟ نعم، بما ان هناك صحه عالميه يا اخي، وانا عشان تركز، ما الفرق؟ لان هذا الامر سيأخذ. نعم، ما الفرق اذا؟ الفرق بانه فتح المطار وفق اشتراطات محدده وباشراف من منظمه عالميه محايده. ولماذا لا يتم ذلك لكل الطائرات ويتم فتح مطار صنعاء بشكل مباشر لجميع الرحلات التجاريه والعاديه بهذه الاشتراطات ذاتها؟ لا يا سيدي، الكلام ليس مجرد كلام فتح مطار وتعالوا يا طائرة انزلي ويا طائرة طيري. لا يا سيدي، هناك رحلات محددة، هناك رحلات محددة للحاجة الماسة، وأوضح البيان لأنها لأكل المرضى وبإشراف وبإشراف مع وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم يتنقلوا فيها. تسير الرحلات الجوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ما كان يحدث في السابق يا سيدي عبث، كانت طائرات إيرانية وطائرات لبنانية وطائرات، أنا أحدد أكثر. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفي الآخر سيد العزعزي. سيد العزعزي، يعني ما رأيك؟ السيد سلمان عسكري يقول في نهاية المطاف المملكة العربية السعودية لها من المشاريع الإنسانية تجاه اليمن الكثير، في نهاية المطاف يعني خطواتها واضحة وبصماتها واضحة، ويتوج ذلك مسألة فتح المطار بهذه المبادرة الإنسانية، إذا لماذا يمكن القول على أن السعودية لا تقوم بهذا الدور ولا تهتم بالشعب اليمني؟ المسألة هنا لو أتينا إلى ما يريد الشعب اليمني وما هو الاهتمام الحقيقي، الناس لديها مشروع محدد والتحالف لديه هدفا محدد، هذا الهدف بدرجة أساسية هو استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وأعتقد أن المسألة الإنسانية أن المجتمع اليمني تحملها منذ البداية، تحمل كثيرا
وهو ينتظر شيئا واحد، 5 سنوات من الحرب. هنا أن نستعيض مسألة توقف الجبهات وبطء الحرب وأيضا التلكؤ فيها إلى حد كبير وعدم تحقيق أهدافها هو سبب المعاناة الكبيرة. الوضع الذي نحن فيه اليوم، لا حرب ولا سلم، لا استعادة دولة ولا تمكين الحكومة ولا تحميلها مسؤوليتها وبقاء التحالف في الواجهة، هذه المسائل هي ما تجعله يتصدر المشهد الإنساني. وبالتالي هذا الذي قال الأستاذ سليمان، مع الأسف أن طائرة مبعوث الأمم المتحدة كانت تحمل هذه المواد، هذه المسألة تتحملها الأمم المتحدة. ألا يمول مركز الملك سلمان مشاريع الأمم المتحدة كاملة في اليمن؟ وبالتالي ما دام هو الممول كان يجب أن يمارس ضغوطا مثل تلك التي تمارس على السعودية. هذا الوضع المائع الذي يجعل الحكومة الشرعية صاحبة الحق متوارية ويقدم المملكة، يضع المملكة تحت ضغوط إنسانية كبيرة وتحت ضغط دولي مخيف وتحت حالة ابتزاز كبيرة، وكان يمكن أن تتجانب المملكة والتحالف كل ذلك وتدفع بالحكومة الشرعية إلى الواجهة. الجميع يقول أن الحكومة الشرعية ضعيفة، الحكومة الشرعية أضعفت يا أخي عبر ما مورس عليها طوال الفترة الماضية، أي أن المسألة بيدها كانت بيد التحالف. ربما أنه مع الأسف الشديد برغم الإمكانيات الكبيرة وكل شيء، لم يتم قراءة دور الميليشيات في العالم العربي على المدى التاريخي. سقطت دولة بني أمية على يد الميليشيات عندما بنت جيش النظام، سقط الأمين على يد ميليشيات في بغداد، سقطت العشرات من الأنظمة في العالم العربي، أصبحت لبنان حكومة تديرها ميليشيات حزب الله وهي من أقدم الدول في المنطقة. وبالتالي هذه الميليشيات تحتاج إلى آلية تعامل داخلية تؤدي إلى إنجاز مهام التحالف، حتى لا يظل التحالف لمدة 10 و20 عاما وتظل الحرب وتظل البلد معطلة، وبالتالي تظل المأساة ويظل الشعب اليمني في هذا الاتجاه مدعاة لأن يكون مجرد متلقي للمساعدات. لا إشكالية حلت، لا أسقط الانقلاب، لا استعادة الدولة، لا عادة الحكومة، لا مكنت، أي أن كل الأشياء تبدأ بلا آت لا تنتهي. طيب، يعني في عدن رعت الرياض اتفاقا يعيد الحكومة الشرعية إلى عاصمتها المؤقتة، برأيك هل هو كاف في سياق تأمين وضع أفضل لليمنيين؟ إلى أي مدى ترى أن هذا الاتفاق مناسب؟ هذا الاتفاق قياسه في مدى تنفيذه والتقيد به والضامنين للتنفيذ. هنا الخطوات التنفيذية بطيئة جدا. أما الاتفاق فهو جزء من إعادة ترتيب الشرعية قبلت به الحكومة وهي طرف، وقبل به المجلس الانتقالي، وعلى هذان الطرفان تنفيذه بحذافيره دون تلكؤ ودون خلق إشكالات. فعلا الاتفاق في ظاهره جعل الحكومة والمجلس الانتقالي طرفان في هذا الاتفاق، أي ساوى بينهما، وهذا كان فيه ظلما للشرعية، لكنها المسؤول عن الشعب اليمني بشكل عام وبالتالي تحملت. لكن القياس هنا بمدى ضغطها في التنفيذ، لماذا لم يعد طاقم الحكومة كاملا؟ لماذا لم بعض الوزراء قيل أنهم اشترط عليهم عدم العودة؟ هذه حكومة لا يمكن أن تتجزأ، عندما تتجزأ الحكومة تصبح بلا قيمة. نقبل رئيس الوزراء ولا نقبل وزير الداخلية، نقبل رئيس الوزراء ولا نقبل وزير الدفاع، نقبل رئيس طيب الوزراء يعني ولا نقبل. أنا أفهم منك أن نعم. هذا تفضل. هذه الاشتراطات هي التي تجعل هذا الاتفاق كأنه لم يكن. الاتفاقات دائما تحترم عند تنفيذها وبمجرد إجراءات التنفيذ. إلى اليوم لا زالت. وما الذي يمنع الحكومة الشرعية إذن؟ ما الذي يمنع؟ هل هناك ما يمنع الحكومة الشرعية بالفعل سيد العزعزي من العودة إلى داخل عدن بشكل فعال؟ يمنع الرئيس هادي حتى من العودة إلى هناك؟
قرأنا ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يوجد تصريح رسمي واضح من الحكومة، وأنا لست ناطق الحكومة، وكان الأقدر أن يوجه سؤال للحكومة، لكن عمليا نحن نحاول تقييم الموضوع بما يتوافر لدينا من معلومات متداولة وصحيحة. هناك إشكالات كبيرة في الحكومة، ولا زالت حالة التوتر العسكرية قائمة وتحتاج إلى إعادة تنظيم. لو بدأت اللجنة العسكرية المشكلة لنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من القوات الموجودة في عدن وإخراجها خارج عدن، فهنا بدأ يعني أفهم منك العملي يعني لمحور طيب القوة. برأيك طيب، سأنتقل بهذه النقطة إلى السيد سلمان عسكر. سيد عسكر، ما هي الضمانات التي قدمتها الرياض فيما يتعلق برفع الأسلحة الثقيلة، سحب الأسلحة؟ إلى الآن اتفاق الرياض سيد عسكر لم يتم تنفيذه إلا في حده الأدنى إن صح التعبير، حتى رئيس الحكومة عودة رئيس الحكومة لم يعد معه الوزراء جميعه. سيد عسكر. نعم، ألو، هل تسمعني؟ تسمعني؟ ألو؟ نعم، أقول سيد عسكر، أن ما هي الضمانات التي قدمتها الرياض للحكومة الشرعية في سياق أن اتفاق الرياض سيتم تنفيذه على الأرض؟ يعني حتى رئيس الوزراء إلى الآن عندما عاد إلى عدن لم يعد معه جميع الوزراء للعمل بشكل فعال، حتى وزير النقل لم يفتتح مطار الريان الذي يفترض أنه من صميم عمله إعادة افتتاحه. والله شوف، يعني انا اكون معك واضح وصريح حول النقطه هذه. نحن لا نحمل الرئيس عبد ربه هادي منصور مسؤوليه العوده من عدمها. نحن بصراحه لا نعلم ماذا قدم محسن الى الان، نائب الرئيس علي محسن، يعني عمل بطيء ولم يقدم شيء ولم ياتي بجديد ولم نرى له اي لمسه. انا اقولها لك بالذم المليان، يعني علي محسن أنت كنت صوت اليمن في فترة من الفترات، الآن للأسف ليس لك أي بصمة. بالنسبة لرئيس الوزراء عبد الملك معين، يعني أنا والله العظيم يعني شغل مهتري، شغل تعبان، شغل غير واضح. يعني أنت عود إلى العدن أمام كل التسهيلات، اجمع الوزراء، لا يصح أن يكون وزير في الرياض وآخر في الإمارات وثالث في القاهرة وبعض في الأردن والبعض في بريطانيا، هذه حكومة مفككة. لكن هناك حديث على أن إذن أين الضمانات؟ يعني يا سيد عسكر، سيد عسكر، هناك قوات على الأرض، سيد عسكر، هناك قوات على الأرض تفرض على الحكومة شروطها، وهذه الحكومة تثق بالرياض لتثبيت هذا الاتفاق وتثق بالرياض لإعادة سحب هذه القوات. أين الرياض من إجبار من يرفض هذا الاتفاق باعتبارها راعية له، على إجبار من يرفض تنفيذ الاتفاق بحذافيره؟ يعني معليش، خلي السؤال على قدر المستطاع يا أخي. أنت تبغاني أمسك حبل وأربط رئيس مجلس رئيس الوزراء والوزراء واقول انت او العدد؟ يا اخي هذا وطنكم يا اخي. اليمن بلد الحكمه يا اخي. اليمن بلد الرجال، البلد مصنع القدوات. يا اخي اليمن فيها ناس الرجل فيهم ب1000 رجل يا اخي. لا ندري لماذا غابوا الان. يا اخي خلاص الوزير مش مناسب ولا مكانه. يعني انا ماني جالس انتظر وزير النقل او انتظر عبد الملك معين او انتظر فلان او علان. يا اخي حتى من الاسف وزارة الإعلام اليمنية أنا أقسم وأجزم أنها لا تعلم ماذا يحدث في اليمن. يا أخي كل وزير يقوم بمسؤوليته. لو أن كل وزير يمني، وأنا أقلع بفم المليان ولا أخشى في ذلك الله سبحانه وتعالى، قام بدوره على ما تقدم المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لتحررت اليمن منذ أكثر من 4 سنوات. كل ما يحدث هو تراخي، وانا اعتبره بصراحه تماهي. سيد عبد الهادي، ما رايك؟ سيد عبد الهادي، ما رايك بما يطرحه السيد عسكر فيما يتعلق بانه في نهايه المطاف من يلقى عليهم اللوم هم اليمنيون، السعوديه ادت دورها وبزياده. يقول سيد عسكر انها قامت بالمبادرات الانسانيه وقامت بدعم الحكومه الشرعيه حتى شبعت، ولم يفعل ذلك اي احد اخر.
قد أتفق مع ما ذهب إليه الأخ سليمان عسكر من أن الحكومة اليمنية فعلا تتحمل مسؤولية، هي صاحبة المشكلة الأساسية. لما تبقى في الرياض؟ هنالك مدير، هنالك على الأقل محافظات محررة، هنالك مديريات محررة، هناك مساحة فوق 80%. لماذا تبقى؟ لماذا لا تعود؟ لماذا لا تتحرك فعليا على الأرض؟ لماذا لا تفرض نفسها؟ لماذا لا تحدد موقف على الأقل يا أخي؟ الرجل يقول أن وزارة الإعلام لا تعلم ماذا يجري على مستوى الأرض، وهذه جزء وزارة الإعلام معناها الوجه الناعم للحكومة اليمنية بشكل أساسي. إذا كان الجيش والأمن هي القوى الخشنة، فإن قائد الوجه الناعم للحكومة أو قائد الخطاب العام الموجه للجماهير اليمنية التي عجزت على أن يكون لها مؤسسة رسمية ممثلة في إذاعة مركزية وممثلة في وجود على أرض الواقع. إذا لم تكن عدم مناسبة فمهرب مناسبة، إذا لم تكن مهرب مناسبة قد تكون حضرموت أو المهرة أو سقطرى أو أيضا الأجزاء المحررة من مديريات محافظة تعز ومدينتها. لماذا لا تصر الحكومة على البقاء خارج البلد؟ لماذا الخوف؟ أليست هي القائد وصاحبة المشروع؟ لماذا لا تحدد موقف؟ فعلا أنا أتفق معها أنه عندما يطلب من الحكومة أن تتكلم ومن السلطة الشرعية بكل أدواتها تصمت، لكن ليس شخصا، الجميع هنا يمارس عملية التبرير. هذه العملية أيضا بلغت فيها المملكة بأنها تستقبل مجاميع لربما بحسب اتفاقيات لا ندرك، هناك خفايا كثيرة لا نعلمها، لكن مع الأسف الشديد أن الحكومة تعني في الاتفاقات التي تحدث في اليمن والخليج العربي عموما تعني رئيس الوزراء بهذا الاصطلاح، وبالتالي نحمل الرجل فوق طاقته ونحمل الرجل العمل بشكل منفرد على الإخوة في قيادة الشرعية. إدراك أن الدولة أشبه بجسد واحد، عندما تتعطل أجزاء منه يتحول إلى معاق. طيب هذا الأمر سنناقشه عندما نناقش دور الحكومة الشرعية، فهمنا هذا الأمر، لكن أنا الآن سؤالي عن التحالف الذي تقوده السعودية، هل يقوم بدوره على أكمل وجه من وجهة نظرك؟ على الأقل مما نقرأ ونتابعه وما لدينا من معلومات، قد تكون بعض الأحكام الصادرة عنا ليست ذات معلومات مكتملة أو مؤكدة، لكن التحالف لا يقوم بالدور الكامل من حيث المفهوم العام. كان الأقدر أن يتم دراسة الدور المصري في الجمهورية العربية اليمنية في الستينات، وعلى الأقل الاقتداء به ودفع أصحاب المشكلة الحقيقية لتصدر المشكلة، وبالتالي جعلهم أمام شعبهم هم من يصطدمون بجماهيرهم عندما يعجزون على التنفيذ، بدلا من أن تتحول كل من دول التحالف العربي إلى دول يعتقد الجمهور أو الشارع اليمني أنها عرقلة، وقد يكون ذاك صحيحا أو قد لا يكون صحيحا بالمعنى الكلي أو الإجمالي. فهي قدمت إمكانيات، قدمت إلى حد كبير دعوم، لكن وهذا الكلام تعترف بها الحكومة ليل نهار، إذ أنها تشكر المملكة أكثر مما تتكلم عن قضاياها. هذا واضح، الحكومة والسلطة الشرعية لا يخلو خطاب من عشرات التشكرات كما يقال، لكن على مستوى المواطن اليمني، هل أليس على الحكومة والسلطة الشرعية إجمالا أن تعمل على إرضاء جمهورها وأن تعي أن هذا شعبا فقيرا مفقر وضعه سيء، شعبا مطري قلق الوقت طال به؟ اليوم نحن نتكلم عن ما يزيد عن 60 شهرا منذ قيام الحرب إلى اليوم، هذه عانت له الكثير. أصبحنا إلى اليوم مع الأسف الشديد سوقا للمنتجات الخليجية بعد أن وقفت أغلب المنتجات الصناعية الوطنية عن الداخل، وأصبح الجميع ينظر إلى مسألة مساعدات التحالف العربي أيضا بريبة. طيب دعني أنتقل إلى السيد عسكر. سيد عسكر، الآن هناك حديث على أن هناك ما يقارب المصالحة الخليجية، في هذه المصالحة ستقوم قطر بعلاقاتها بشكل أو بآخر بإخراج، كما تقول الأخبار الواردة على الأقل من واشنطن بوست تقريبا، أنها ستقوم بإخراج السعودية من ورطتها في اليمن، كيف ستقوم بذلك قطر برأيك؟ والله سؤال مضحك، يعني بصراحة أنا لا أعلم كيف أجيبك. قطر تخرج السعودية من أزمتها،
يا أخي إذا كان قطر لا تنام ولا تقر لها عين منذ عامين، وهي تتسارع في أحضان الأتراك، وتارة في أحضان الإيرانيين، وتارة في أحضان الغربيين وأخرى في الشرقيين، من أجل أن تمت أو أن تعيد المملكة العربية السعودية اليد إليها. يا أخي نحن نعلم يا المقارنة ظالمة بين دولة من المملكة العربية السعودية وبين دولة صغيرة قزم مثل دولة قطر. يعني مثل هذا الكلام يعني معليش شيء يصدقه العقل وشيء لا. هذا كلام واشنطن بوست، هذا كلام واشنطن بوست سيد عسكر، هذا كلام جهات صحفية أمريكية ليس كلامي. واشنطن بوست تقول ما تشاء وليست قرآن منزل حتى لو كانت واشنطن بوست. يعني معليش يعني كل اللي تقوله خلاص يمشي على الأرض ويصعد إلى السماء وينزل على الأرض وحش. لا يا أخي، أمامنا منظور وأمامنا شيء. المملكة العربية السعودية ليست في حاجة لا قطر ولا غير قطر. المملكة العربية السعودية دائما يشار لها بأنها طرف في الحرب في اليمن. المملكة العربية السعودية لا نزال نقول ونكرر هي ضمن منظومة التحالف العربي الذي أتى وفق دعوة من الحكومة الشرعية لإنقاذ اليمن من الإنقلابيين الحوثيين الذين وبصراحة حطموا البلاد ودمروا العباد وأهلكوا الحرث والنسل وعملوا ضد المرأة والطفل في اليمن انتهاكات. يا سيدي لا ندري أين واشنطن بوست وأين المنظمات الإنسانية وأين الأمم المتحدة عنها. قطر تحمي نفسها فقط بعد أن تخرج الأتراك منها الذين أتوا لحمايتها ولحماية نظامها. على قطر أن تفك يدها من يد الإرهابيين. ما يحدث الآن يا سيدي في قطر في اليمن لقطر دور كبير جدا فيه. قطر يا سيدي لك ولمن يسمع هي من دعمت الحوثيين في صعدة بملايين الريالات القطرية. قطر هي من دعمت الحوثيين إعلاميا. من متى عبد الملك الحوثي سيد؟ من متى بدر الدين الحوثي سيد؟ ومن الذي أطلق عليه هذا اللقب؟ هو ذات الإعلام الذي أطلق على أسامة بن لادن الزعيم. يا أخي قطر قدمت للمجتمع العربي والإسلامي الدمار والهلاك والصواريخ والفتن. ما يحدث الآن في ليبيا لقطر يدري. ما يحدث في تونس لقطر يدري. طيب. ما حدث في العراق. طيب الآن يبدو أننا خرجنا عن موضوع الحلقة. طيب دعني أعود إلى السيد العزعزي. في ذات الوقت سيد العزعزي التي تحاول فيه السعودية تحييد الحوثيين بعيدا عن إيران كما يبدو من خطواتها، تعمل أيضا كما يبدو على السيطرة على الجماعات الموالية لأبو ظبي في الجنوب، وهي تحاول ذلك بشكل كبير، كما أنها تتحكم بالسلطة الشرعية، أو على الأقل كما يفهم من كلام السيد عسكر على أنها تقوم بمساعدة الحكومة الشرعية قدر الإمكان. في نهاية المطاف أنت وهو تقولون أن الحكومة الشرعية فيها من الفساد الكافي. هل اقتربت برأيك السعودية من إحكام قبضتها على المشهد اليمني برمته؟ يا سيدي بالنسبة للمملكة دولة كبيرة إقليميا، هنالك فعلا حالة من ليس التحكم المطلق، ولكن تعتبر المملكة صاحبة اليد الطولة في الجمهورية اليمنية. ومع ذلك تظل المملكة غير قادرة على التحكم. المملكة لا تزالت تتعرض لمقذوفات يطلقها الحوثيين بشكل دائم، إما من الصواريخ أو الطائرات المسيرة. لا تزال المعارك دائرة على الخطوط الجنوبية للمملكة، سواء إن كان الجيش اليمني المتقدم من المملكة في بعض المحاور قد تقدمت كثيرا أو تراجع. لا زال الخط يشكل خطا شبه متعرج، توجد مناطق للتصادم. أي أن ما يمكن أن نسميه إحكام المشهد على أدوات الدولة اليمنية يمكن أن نسميه ذلك، لكن على الشعب اليمني على القوى الموجودة لا أعتقد. اليمن مع الأسف الشديد أهملته المملكة فترة طويلة وأهملته دول الخليج، وتحول اليمن إلى منطقة تقاطع صراعات دولية. من أوقف التحالف أمام الحديدة ليس المملكة، لكن من أوقفه كانت بريطانيا التي تبحث عن بقائها متحكمة في
ما يعرف ببوليصات التأمين والنقل البحري الدولي، وبالتالي يجب أن تكون لها تواجدات قوية ومؤثرة على السواحل أهم الخطوط الدولية. أي أن قسما من اليمن أصبح سببا في ابتزاز المملكة وهم الحوثيين، وربما ما ذكرته عن الواشنطن بوست هو ما تريده بعض الدوائر في الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضه، وهي أيضا من تدعم الحوثيين بقوة استنزاف المملكة واستنزاف الخليج وإقلاق المنطقة وإبقائها منطقة توتر، وبذلك هي من تدير قسم من العلاقات البينية داخل دول الخليج العربي أو داخل المنظومة اليمنية. ومع الأسف اليمن أيضا منطقة تداخل وتقاطعات كبيرة، وكان الأقدر أن يتم تقوية الطرف اليمني الممثل في الشرعية وإلزامه بإنجاز مهام معينة، وهي تستطيع السلطة وكذلك تستطيع المملكة إلزامهم. وكنا ربما لسنا بحاجة إلى أن تطول الحرب لمدة 60 شهرا. سمعت ما قاله السيد العزعزي، يعني في نهاية المطاف إلى الآن التحالف لا يبدو أنه حقق أهدافه في اليمن بشكل عام، مهما كانت العثرات، بعد كثيرا عن مسألة إعادة الشرعية إلى البلاد، يبدو أن هذا يعني الهدف بات سرابا الآن، ما رأيك؟ ما نقدر نحكم يا سيدي على شيء. أنت الآن يعني تحارب عصابات مساكنهم في الكوف والجبال، أنت لست أمام جيش منظم، أنت أمامك عدد من العوائد والتي يأتي أبرزها وجود أطفال. يا سيدي ولي العهد السعودي في حوار له قبل 3 سنوات قال أن تحرير صنعاء لن يستغرق أسبوعا واحدا أمام التحالف العربي، وهذا الكلام صحيح، لكنه أوضح السبب الرئيسي الذي يعيق تقدم التحالف أو الحكومة الشرعية أو الجيش الوطني، وهو وجود أطفال. هناك أطفال، هناك احترام للإنسانية قبل أي شيء آخر، ولذا كما نشاهد الأوذيين يضعون الأطفال دائما ضحايا لهذه الحرب، زجوا بهم في الجبهات وضعوهم في الممرات وضعوهم أمام مواقع، حتى المواقع التي لها للتحالف ضربات مجهزة لهذه المواقع. فلذا التحالف العربي يسير وفق خطوات محددة واحترام للقوانين والأعراف الدولية، ولكن أن نقول أن التحالف توقف عند نقطة معينة هذا غير صحيح. هناك تقدمات للشرعية، آخرها أمس بإمام يا عزيزي كان في تقدم في صعدة، الآن تقريبا أكثر من الثلثين الآن في صعدة تخضع للحكومة الشرعية. نحن لا نريد أن نقول أن هناك 80% من الأرض تحررت تماما، أنا لا أؤمن بهذه الأرقام لأني أعتبرها يعني خيالية، لكن لا نزال نقول أن المواقع هناك الرئيسية لا يزال يسيطر عليها الحوثيين. هناك صنعاء لازال تئن، هناك عمران، هناك بعض من شرواح، يعني مواقع كثير، لكن نقول أن التحالف في أسوأ الظروف بصراحة أوقف الحوثيين عند حده. كان الهدف الرئيسي للحوثيين السيطرة على اليمن كليا، السيطرة على اليمن إنساء ومكانا كليا. الآن لله الحمد هناك تحرير لمواقع جديدة ومناطق قريبة حتى من صنعاء، والحوثيين حاليا يا سيدي يعيشون في أسوأ ظروف، ولكن للأسف أن الجيش لم يستغل هذا الضغط. يعني كان من المفترض أن يوجد هناك تغيير في التكتيك وفي الاستراتيجيات على الأقل خلال المرحلة الحالية. الحوثيين في أسوأ ظروفهم، إذا أنت لم تستغل الظروف الحالية بالحوثيين ماذا تستغلها؟ الآن يعني يعيشون في حالة فراغ كبير جدا، وهم من يطالب بوضع هدنة، وهم من يطالب من طالب من المبعوث الأممي قبل أسبوع في صنعاء وأصروا عليه أن يضع هدنة. لماذا؟ ظروفهم، عدم استجابة الناس لهم، قلة المقاتلين. يعني هناك بصراحة عوامل تساعد التحالف العربي على أن ينهي هذه المعاناة، وعلى أن ينهي بصراحة معاناة اليمنيين من هذه العصابات الحوثية الإيرانية. أعود وأكرر وأتفق مع ضيفك الأستاذ عبد الهادي من الحديدة أن الوضع الآن يعني بحاجة إلى بصراحة هو من تعز، نعم، مختلفة عما سبق. نعم، هو يتحدث معنا من تعز، لكن نعم، على كل حال أعود إلى
إلى السيد عبد الهادي العزعزي. سيد العزعزي، يعني يبدو يعني يطرح كثيرون في نهاية المطاف أن مسألة عزل أو إبعاد الحوثيين عن إيران، إذا كانت السعودية تحاول القيام بذلك فهي مسألة محمودة في نهاية المطاف. هل تبدو برأيك هذه الفكرة قابلة للتحقق على الأرض؟ أعتقد أن هناك تياراً في الحوثيين يتزعمه زيد الوزير ومجموعة الولايات المتحدة والدول الغربية من هذه الجماعة، من الجماعة الزيدية التي الحوثية تتزعمها الآن بشكل عام، تبحث على أن تقدم دوراً آخراً تثبت أنها ليست طرفاً إيرانياً، وأنها يمكن أن تقدم تنازلات، وأنها استغلت إيران فقط من أجل أن تتحول منصة للتقارب الكثير مع المملكة والخليج تحديدا، وأنهم يسعون إلى هذا الاتجاه داخل الجماعة الحوثية اتجاهاً. الاتجاه الأول هو من يطرح هذا الكلام على غرار ما عمله الصدر وجماعة الشيعة العرب في النجف وكربلاء، وهذا طرح. ولكن الحقيقة المرة أن القرار الحوثي بيد القيادة العسكرية كمحمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم والقيادات العسكرية كلقمان والشامي والبقية، وأن هذه القيادات التي هي امتداد لحركة 48 أو امتداداً للأئمة من بيت حميد الدين، كل هؤلاء هم جميعا دبلوماسية ينظر إليهم بعض الحوثيين أنهم منتفعون ولهم مصالح من الخليج، ويحاولون أن يستغلون الحوثي كمنصة لتحقيق مصالحهم هم. الحوثي حركة كبيرة ميليشياوية كما قال الأخ سليمان، وكان يجب أن تواجه بنفس الآلية. وأيضا أنا هنا ما أود أن أطرحه هو أكثر أن أوجه كلام الأستاذ الأخ سليمان العقيلي إلى قيادة الجيش سلمان عسكر، نعم، التي استطاعت أن تحرر مساحة سليمان عسكر مساحة كبيرة من الأرض اليمنية، وهم مقاومون وبأسلحة شخصية، واليوم أصبحوا جيشا ولا يتحركون، وبالتالي يتحمل رئيسية الأركان وقادة المناطق العسكرية وأيضا وزارة الدفاع هذه المسؤولية. لماذا لا يستغلون الظروف والأوضاع الضعيفة التي يعاني منها الحوثيين؟ لماذا دائما وصمنا الجيش الوطني اليمني بكلمة صد وأيضا أوقف وتصدى وتحول إلى جبهة دفاعية؟ لم نسمع أنه تحرك كجيش نظامي بحالة هجوم واسعة، في حين أن هنالك مناطق كثيرة يمكن أن تسانده بقوة إذا أقدم عليها ولديه كامل الإمكانيات. اليوم 5 سنوات أصبح هذا الجيش مدرب ولديه إمكانيات، لكن بالمقابل ترى من الذي يؤدى إلى إيقاف رواتب الجيش لهذه الأشهر؟ هناك بعض الألوية والوحدات لها من 7 أشهر بدون رواتب، هذه إخلالة الحكومة. أيضا ما حدث في عدن وتدمير ما عرف بالدائرة المالية وما عانه الجيش، وبدأ الصرف تقريبا من الأسبوع الماضي أو قبل 10 أيام، في حين ظل لمدة 4 أشهر بلا رواتب. لماذا لا يتحرك هؤلاء بحركة سريعة؟ لماذا دائما ما نسمع بعض التبريرات من أن طيران التحالف أعاق تقدم الجيش؟ هناك نوعا من حالة الصراع أو حالة الترويض تمارسها كل من الحكومة ودول التحالف العربي على المجتمع اليمني الذي أصبح فعلا غير قادر على التحمل أكثر مما تحمله إلى الآن في وضعه المعيشي وأوضاعه العامة داخل البلد. هو أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية بدون أي مساومة. هذا البلد أنهك، إن كان التحالف قدم لمساعدة هؤلاء ويظل كما يقول الأستاذ أنه ربما يخاف من مسألة الضحايا وغيره. اليوم كم يسقطون من الضحايا في المقابل بالحميات والأمراض، بالصراعات، بانفجارات، بطرق موت مخيفة، بحالة الحصارات، وبحالة المواجهات والقصف على المدن التي يمارسها الحوثيين،
وحالة سوء استغلال أو سوء تعامل أو فشل في التعامل مع الملف الإنساني وعرضه، برغم أننا نتكلم عن سلطة شرعية لها سفارات بجميع دول العالم ودول التحالف العربي التي لها سفراء وسفارات وعلاقات ومنظمة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. هنالك حالة عامة من الفشل أطرافها كل من التحالف والسلطة اليمنية، وكلاهما يتحمل وزره، وكان يمكن أن يكون الأداء أفضل والوضع أفضل بعد 60 شهرا. هذه جماعة اليوم مكناها من صواريخ ومن طائرات وأصبحت أكثر قدرة على القبض على مفاصل الدولة اليمنية واستغلال إمكانياتها وحشد مساعدة تقدمها الخليج من أجل تجنيد قوات جديدة للجماعة الحوثية. مع الأسف الشديد يجب إعادة النظر في مفهوم المعركة والمواجهة بشكل عام وتسريعها وتحديد مدى زمني، وأن يلزم القيادات بأعمال حقيقية على الأرض. شكرا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. الشكر موصول أيضا لسيد سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي والكاتب الصحفي السعودي، كان معنا عبر الهاتف من أبها. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.